أنا سألتك على الميزات، لكن طبعا وإحنا بنتحدث يعني نحضر للحلقة في نقطتين ممكن يعني حابك تشاركي، اللي هو التأثير الإيجابي، توضحي إيش التأثير الإيجابي، وكمان نقطة مهمة بتهيأ لي اللي يمكن توضحي أكثر فيها تجيد معاملة زوجها أمام أولادها ومعاملة أولادها أمام الناس. خلينا في الإيجابية بالأول. يعني الأم ضروري كتير يكون عندها تأثير إيجابي مش سلبي، وهيدا من أهم الأمور في البيت وفي التربية، لأنه إذا كانت الأم سلبية وعلى طول عندها نق وعندها تذمر وعندها شكوى وكل شيء مش عجبها، أكيد أولادها رح ياخدوا هالشي منها 100%. لكن إذا الأم إيجابية والأم قانعة والأم قبلانة بالوضع، وحتى لو كان الوضع صعب لازم على طول الإيجابية تكون بحياتنا، بكل شيء بحياتنا كل ما نكون نحن إيجابيين بنعدي الإيجابية تعدي. يعني أولادنا بياخدوها منا، لكن إذا كنا سلبيين كل ما بنكون نحن سلبيين كل ما أولادنا بصيروا عدائيين أكثر وبيكونوا سلبيين أكثر. فالتأثير إيجابي ضروري على طول، لازم يكون بوزيتيف، لازم يكون عندنا شيء حلو نقدمه، نفرجيهم الوجه الحلو، نفرجيهم الوجه الحلو، هذا كتير أساسي. طيب كيف فينا نعالج المرأة اللي بتنق مثل ما قلت النقاءة أو النكدية اللي دائما بتشوفش إلا الأمور السلبية، كيف تتعاملي مع هاي الست أو مع هذه المرأة؟ حقيقة كتير واجهت ستات هيك. أول شيء بقول لهم خلينا نعمل شيء. الستات أنا دايما بعمل هالنوع من التكنيك مع الستات، بقول لهم شو رأيكم نقول 10 أشياء إيجابية بتشوفيها بولادك. أوكي. ببلشوا يعدوا أشياء إيجابية، وبس يبلشوا يشاركوا مع بعضهم البعض الأشياء الإيجابية بتصفي، بتكون عطيتها للست تحكي 10، بصير عندها أناظر 10 تانيين تحكيهم. بقول لها شفتي كيف، بس نعد الأشياء الإيجابية ما منعود نشوف الأشياء السلبية. نحن بالتندنسي تبعنا إنه دايما بدنا نحكي الأشياء الغلط، خلينا نبلش بالأشياء الصح، نشوف نص الكباية الفاضي مش المليان، خلينا نشوف المليان لأنه المليان بيعطينا قوة. أنا بس كون عم أطول عم بحكي بالنق والنكد وهيدي الحياة بصير عندي ديبرشن، بصير عندي مشاكل صحية بينعكس على صحتي، بيطلع السكري معي، بصير عندي دقة قلب، بصير عصيب، بصير أم عندي مشاكل. هاي المشاكل بتنقل لأولادي، فإذا أنا بنتبه على هيدي الناحية، يعني إذا بتلاحظ الأم اللي عم تربي أولادها إذا هي بتصرخ أولادها بيصرخوا، إذا هي بتحكي برواق بصوت هادي بطريقة بمحبة أولادها بيطلعوا بتحس إنه في شيء مختلف. فبدها حكمة، القصدية بدها حكمة، والإيجابية على طول هي مهمة، السلبية والنكد ما بتجيب نتيجة.